إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوح كبلا ما يا كتابك العربية بين يديك جزك سدحال حاشدة لما بقولي أفرية ضباطا وها أين كود أحسر لي نكي عمره دعو بحي يدرين كوكا قاتي goobaha barakeysan iyo amalka barakeysan ee uu soo gutay iyo goobaha barakeysan uu soo arkay. Marka wuxuu yiri isagoo sawiranaya arrimo hore u dhacay oo taariikhi oo qiimad badan oo dareenkiisa dib ugu soo celinaya kana dhigaya wax ama uu maqlayo ama uu arkayo huna halka oo kacbada iyo dhulka sharafta badan Madiina markuu marayay ayuu markuu Madiina joogay uu leeyahay samaytu waxaan maqlay أبو بكر الصديق أيان مغلعود كيسي رضي الله عنه وقد ارتدت إيه أوره الدوبي أو دين تدب وقبحي العرب عربت أي دين توقبحان إن بضن أو كمدا إما عامة إن سد ما يسرن وقبحان قبائلك قاركود وإما خاصة أما سيقار في كل قبيلة قلو البا أو بارت إنتي مدينة إيه أصل كي أنصارتي إيه مهاجرين تي إنها يرم بضنين موياني waba ka dhaqaaqeen toodi badnayd wan najama waxa soo baxay an nifaaq munaafiqnimadii ba cadaatay yaani dad badan oo qalbiga aan kala socon wasar abat yahuud wan nasara iyaguna waxay sameeyeen yaani iyaga oo sugeya yaani inay muslimiinta ay ku qaadan cadaawad iyo iskaashiba ay iyaguna sugeyaan iyagoo micilisanaya وأصبح المسلمون والمسلمين توحى نقدن كالغنم في ليلة المطيرة سيدي أري تشوغا هابين روب بدن أشاتية أو قبو أو يعني قرد إسجيري قرد إسقعفي وأرين كود مرقي يعني ما كانت لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي وحي كسود بي إيه قامين إيه وينا وقضب وقلة موانا ترير عن كل خلايا أنت ردودي إيه أنت كبح ضيع قارة كحه رسالة عالم غدر وكثرة عدوهم عدو قوذن وفر بضناء وقال له وحكولها هذا ضد له أبو بكر بيكولها الناس ضد كبايري وقد أمر إسوع أمر كأمر فري وأمره فري جيش أسامة عيدا كي أسامة مدحض أوها أسامة من زيد بالمسير إنا دقاقا way ku dhaqaaqaan duulimaadka reer Yurub ku qaadiyeen ee nabigu si amray kulka hore oo iyagoo fogaad nabigu xanuunstay oo hakaday oo nabiga xanuunkiisa oo hakaday deena nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam khilaafadina loo dhiibay Abu Bakar ayuu amar bixiyay in la sii socdo dagaalkii la qaada ah innaha waxay ku leedahay innaha ulaay dadkaasi uu hoggaaminayo ninka la ilaahay Usaame waa julul muslimiin مسلمين تين تودي بدنا ما أنت عيدا قاسي الله صعدان إذلك الدفاعي إيمان كنبت أراها مجاهدين تأها هول سو شرك أها وعيدا كهلك أسامة الله لها شيء صعدا ولا عرب وعربنا على ما ترى عربنا وحا أضمان تأرك سأيه كسوغان تاي وقال لما إيه منافق لما إيه خيرو أي يجب يقول نغدين قد انقضت قد انتقضت عليك يعني وحا هو dagaal iyo waxa kala hor imaadeen yaani burin ay islaamkii buriyeen iyo weerar ay kugu yihiin falaysa yan baqay laka kuma ficna baa lagu dhitaa ahaan aan tu farriiq ayraad ka kala kaxayso anka adiga xaggaaga jamaacada muslimiin ka waxdi muslimiin tan ka dirtood dagaal hor la u dirtood qolo meel u dirto ma haboone maanta in la isu ururo oo difaac la galo oo hadii xaq Ilaahay laga helo dee ilaan gaala inagu xeerarsan dad badan oo islaam sheegay inuu way gaaloobeen dhibaatooyin oo arba inagu soo maqan in la ururo ayay ku wanaagsan tahay ciidanka aan la dirin bay leeyeen aadal ibn aadam kuna wuu oranayaa
يعني إن ميل صدق يحرم تلحوتي هرت يحدود إسلامك أنت وين رسيق هذا لها هنا هلك يا سمعت واحد مقال أبا بكر يقول له بصوتي لهدار عدكيس يعني وين هيرك وجوحة عدك حوجة عدكيس حوجة وين بالإيمان محوك حوجة وين يعني جوحة أسميني إيمان بك جوحي والذي نفسه أبي بكر يقول فحنقول دارته الله نفتي سؤال نفت أبي بكر بيدك عن سيكوتر الله نفتي إلى حيان قل أرض لو درنت هطان أمرين يو إلى تهي أن السباع إن دقاق فتخطف رئي إلى بوض يسوي كلا قوصان يسو دقاق وأنا عدي أبسو لأنفذ بعث أسامة وأنفل لها عيدا كا أسامة إلى دري النبي دري كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سو رسولك أفر إبان أنونا أفرنا ولو لم يبقى غيري هذا رقفك لكسوا هرين في القرآن مقالوا كبا كريدي أنا حينا لأنفدت وفرين لها أمر كاكمان شوكسين يوضبك قاري لتشوغان وحوك شرابة شيكي سالي هنا هالك رأيت وحنكو أركي هادنا أبو بكر باركي أو يشيع السيء أنبب حينيا جيش أسامة عيدا كأسامة وهو يسوى ماشين لغينه هو أبو بكر وأسامة أسامة فراكب وفوسين هاي فرس كيسة أما يعني أو كيسة وفوسين هاي فقال له وحكولي أبو بكر أسامة وأكولي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسولك إله كهرأيو إيه بدليو هل كيسي فريا ما أنتهو قامل يا مسلمين والله يبان قلت لارتي لتركبن أدقى فولي كأران فوسين أدقى فولي انت هذه الزي أبو بحنا سيد لا سعوته هذا فول يبول والله وحنا نقول عشان هذا قاض فوله أو أنزلنا أموان كدقي أمو أحباط فول أموان كدقي فقال له رسول أبو بكر قال والله لا تنزل إلى وحنا نقول عشان هذا أمو هذا فول أموان كدقي أنا على وح فوشنا أنا لغين سو ولا خلد ما ينو يا أما إلى صوفو أموان كدقي أنا بقول دبنا نروح والله لا تنزل إلى ما نقول عشان هرت كدقي ميسادو والله لا أركب إلى هوا حقلنا نقول أرتينا نفولي صانة فولي ماي صانة دقي ميسي مركوح موشنا يعني تواضع أبو بكر اسمه لغينا يا نكن ودري عيدا كواتي وزاب لسيدنا ووفا وحفو شيء قالي ومضيت للبقيع بقيع لانتقي وحب عليه مدينة ووقفت واحد استاقي أمام أسواره ديرك كحرا حب عليها مدينة بقيع ديرك يدبال سرتاقي وجود راره بان سوى يان سرتاغي قدار هديسي يان سرتاغي متسائلا وحان سوى دينا يا ايمكن ما سرتقال با ان تغسى اني كبو يحضو مقبرة حبال من المقابر حبالها كاملة في العالم الدون ككيالة باموات ضد لنتي واكثر كبضا شرفا حق شرفت يقيمها وبطولة حق جيس النمدة وعظمة حق وينات يقيمها من هؤلاء الاموات تذكر لنتي هل كان كتشرة ومن الشهداء دكتي أول إنتي دينت إسلام كا يا أصحاب رسولك كقرب دجالمي والعذاب دكتي وويلا قيمها لها قالكم كشرة إلا مديه عمر با كشرة أبو بكر با كشرة حمزة كشرة يعني أصحاب تبقى قاسم الدنيا حباره أي دكت هاسو كله كشران الدنيا دم كشران ما نسيبونه ومايا تعال به المي كان ذا القبور حباره سوها هين وسيدة تنقار إسكفضت حباره إسكفضو إسكفض بابا أرسالهم موقن به هين أكثرها ترابين انتوا بدنا عمود بهيد ما بير عمود إسكاي تارسهم باباي عمود اليوم باباي ويا حبارها لم تكن على القبور حبارهم ما يهين من رخام نجح الرخام كيف روح بدنا لقوم لسن ولا مر لما ديجين ولم تكن هياكلة ما يهين حباره هياكل يعني كون لاسهم مقامي ضاق الله لسه ما يهين شاهقة دار من لقوم لسن يقطبية دار لقمة تاجين ولا مدافنا من يهين حباره رائعة ليابلة مزخرفة لقرحي أو الحرطي ما يهين بل كانت قبور حباره يهين بسيطة استفدت ومن تراب عمود كسميسا وحسن يقرور حقير جدوه ولا سوى يكتو ويسك عمون وماها يعني بسميا لقرحي مقامي اللي قسمي قدية اللي قتها ماها وعمود بأ جبي جدوه يقرور حماش وحيا لها بأ تحوارت جرسون مغتبة أركي ميسي مارتي ومارتي اسكا مارتي اسكا مضا
ومضيت إلى جبل أحد وحنص عدي هذا بورت أحد إلى الجبل بورت الذي بورت يحب رأنا تعال ونحبها نحن تعالها وأسفل رسول الله عليه الصلاة والسلام ها هنا هالكاسي دارد وحكا العضي المعركة تدال باقود الأحمر المسلمين تيقالد من هذا الفج والإنعاء وإنعاء يسوق فرط كفير أمركا وفي الجبل بورت أي أغبره وحكا صوبحي ما نجد ذلك السعودي خالد بن وليد بهالكا صوبحي وأمركا قالد الله سعود وقاله وقتها بفرسانه سوى عيد مديسي فردولي الأحيد وطا ليحارب المسلمين سوى الدقالة المسلمين الذين المسلمين تركوا كتغي مواقف وملكي تشوغين مواقع عمزمها مواقع عمقوبه أي تشوغين رسول أي أكذبكي رسول كتغي تشوغ هذه حالة كنا قد عيو هذا سوك عنبول بعد أن بارت ملكي عداته بكذا قاقين علامات النصر أستامه يتلمامه قوشو مركي موقتي أركين قارده أو شبطي أو شان طورتي يا مسلمين تيوكو دبتشرة يا قنيمة ديوكو يا عيان كوكي أركين الدلالكو بروغاها إلا ورقارة شبطي نيكي عيام ماشا يعني نوقع عنه الرينين وحالا قرنا يئه وهنقول له مصيبه ويوضو يسولا قاقين تلان خالده أوقا برايا أي صوت بقري وخالفوا وحا كل يحدين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمر في سيئة تلبيس في كل أحدين ها هنا هلكا بلدو فرسو وقووو تلمام يسوكو وراء هذه السخرة تبولي بقى حاصل حقيسة دمبي والدلال تبو صغيرا رسعودا أيا رأيت وحن كو أركي وحشية نكي لورنشري يا دونك همدوبا ويكمون كردو مني أغردو مني لسيد الشهداء كوي لهدر تبولنتي كيما لحظة أوها هلكا أغردو مني وأي حمزة بن عبد المطلب هلكا أغردو رضي الله عنه وحا الله سوكر يستجيبه جيسلا إنه حمزة دلوقهم بس باقل ما عنه قمنا لأن ذلك حسن لحوه هوي أيه وقوق قبرا يا قبت فيها لا تارك لكم بشري يسوك حمزة بو إيقنا يا حمزة نينو سوكر يدو كل عيما وانو قادا وانو قادا سكر ومباب عليك رو لأن ذلك حبوه خاص قري قال وحشين باي لي سوكا ورميا والله إلهي وحا نقول لارتي إني أنو لأنظر وحا إيقيا وقلبي يكوسي سوران إمكا حمزة ويهد الناس تذكر يعني لينيا بسيفي سيفتي سكون لينيا سائر الرأس او سيفت الله دعيا او مركا سائر الرأس ماذا حيث انا فعلني او تميز دواء وانا دلال كتري الا ما فعلنا ايه حتى اسم وحيران جبهد مركا دلال كتران تما هو يسيد ايا با غربو محيري كران دواء انا تميز با ارهام الليهين او مركا انا فعلن با أو ما يلقى شيئا يمر به ما يلقى شيئا يمر به أن لكل مين يعني شيء صامر أيوه يعني قف كسته أو صامر ربا وليني يا رجل ما أنت عز كوكو عن قادم وجري مثل الجمل الأورق وحلا ما ذهب ولا يهي أور مدو بعضه كله أو يعني أوره كله خطرة أو أورقة مدو بعضه وكنت وحنها كاملا من فضل ومنية تحت صخرة سلح باكو فوس بمنية سلح وي لا يراني حمزة مؤركين مركا كمو هكذين وحشي وحن مؤركيني وهززت وحن روحي هززت وحن سائري مركا بدوني إن ورنك اللي ريدو ساسا بركو الله جاهده وهززت وحن روحي ومركا لشيشي هل تقول لك سالة وغشيشو سالة سالة ومشيشو سالة سالة لعب عليا مركا بدوني لشيشو وهززت وحن روحي حربتي ايضاي دي ايضا روحي حتى ثم عفوا دلنا نبهل حتى فأخذ بحربتي حتى الله ردي توكا مكان رالي كان نقضي عنها ايضا سنور رالي نقضي مكان نقضي الشيش كونو هايستويا مكان كان رالي نقضي ايضا وحبوكش لما كان سلاس لائري ايانو اركيني هايستوي قد عيسو أيام ذا نوحي دفعتها كسي داي أبدي عليه حمزة رضي الله عنه فأقبل النحو وكل عظيم فأقبل النحوي ساسو يقصر أنا يقصر دقاقي أنا جا يقصر دقاقي فغلب وحكاه أخرى هذا نبركي فوقع روحه وضع حمزة وعكير عظيم ملحن هل كحدن توسط إذا عكير عظيم وأنا لقيت عكيرين هل قصيدة وأنا عكير عظيم وأن هل هو وسكسو يقول وأنا كادي ما كان أكيد بدي بقول قبضي وسكفر يستي
isagu dagaal yahay halka kuma jiro habada ay ku dhuftun baahay xataa ila maata ila u dhimanayay umaan dhaq nafta oo ka baxaysay umaan dhaqaaqin waana goob dagaal oo ay isugu gurmanaynin meel xun oo way kaga dhacday markii u dhintay baan jiito imid ayaan u imid buul faafadtu xarbati eeladeedii baan u qaatay oo ka guustay thumma tanaxaytu waxaan u leexday ila mucaskar halkii ciidanku deganaan iska tagay isaga ujeedadiisu waxay ahayd inuu xamse khaarijyo la xoreeyo dabeedna intaasay ahayd dabeedna intaas ka dhaqaaqay buul anugu hayna halkaa ra'ayt waxaan ku arkay hindan gabadhii loo jiray hinda bintu rabiica ayay ahayd bintu cutba bintu rabiica bintu cutba bintu rabiica oo maaratay gabadhii ahayd abu sufyaan oo tajdacu goynaysa aadaana shuhadaa dadkii ilaahay u dhintay bay dhegaha ka goynaysaa dhegaha ka goy nin walba labada dhegood bay ka jaraysaa aabaheed baa lagu dilay ka hore oo adeerkooda rumaa lagu dilay oo waxa lagu dilay inankeedii khaarij oo waa saddexdii isu soo baxay iyo saddexdii bay ahaayeen oo xamsahar ay dilayso waa ninkii aabaheed dilay ee inankeedana qayb ahaan la dilay ma inankeeda cali baa dilay cali bin abi aalib ninkeeda aabaheedna waxaa dilay xamsi adeerkeedna waxaa isdileen abu cubayda oo midba mid ku dhuftay dabeedna labadooda kala la dilay saddexdaasaa meel ku wada go-ay oo iyada qudheed colaad xun bay qabtaa aabaheed iyo adeerkeed inankeeda baa meel lagu wada oo xamse iyo iyo cali bin abi aalib iyo abu cubayda wada dilay oo iyaguna laba ilmaadee ruma iyo mid u adeero ah kuwana waa laba walaalay inanka dhaleen dabadeedna tajdacu waxay maalinta ninkeeda dagaalka hogaaminaya maalinta oo abu sufyaan bin xarbina tajdacu waxay goynaysaa aadaana shuhadaa dadkii muslimiinta ahaa iyo dhegaha ka goynaysaa mid walba labada dhegood bay ka jaraysaa carada haysa wa uruufahum sankoodana way sanankana way ka wada jaraysaa mid walba watajcalu waxaa ka dhiganaysaa khadaman xalaqaatin silsiladay ka samaysatay intay taxaday ayay silsilada ay maaratay gashato dhegihii ragga iyo sangii ragga oo intay daloolisay ay taxaday ayay ka dhiganaysaa silsilad ay luqunta ku xidhato ay ka dhiganaysaa gebigoodu yani colaadu halka gaadhay wa qaraa'ida kuul bay ka dhigasa waxaa ka dhigasa kuulo kuulay ka dhigasa wa raaytuha waxaan arkay tabqur iyadoo duuxaysa can ka midii xamsata xamse beerkiisa bay dooxday intay xamse kala jeexday ee beerkii la soo baxday wa taruukuha beerkii bay calalisay falam tastatiic may karin an tasiiqaha inay beerka liqdo falafadadha way tuftay inta beerka xamse kala baxday ayay calalisay way liqi kari weyday dabadna way tuftay taa waan arkay yacni waa arrimihii ka dhacay goobta maalinta uxud wa raayt waxaan arkay qabra xamsata xamse xabaashiisa baan arkay radia allahu canhu ramzan isagoo astaan u ah lagu garta lishuhadaa dadka diinta ilaahay u dhintay iyo wadifaac iyagoo difaacaya can diinlahi diinta ilaahay oo cadowga ka difaacaya fa qabran buu ahaa xabaal mutawaadican xabaal iska yar mutawaadic xabaal yar waan yacni qurux iyo muuqaal loo dhisay midnaba aan lahayn ee xabaal caadiya ah oo fii baaxatin jardaa bannaan xirin xiir ah fii baaxatin bannaan jardaa xirin xiir oo aan waxba dhir iyo waxba ku oolin bannaan iskaga yaala yacni waa bannaan qaawan oo aan maaragtay ban xeerana ay ku taala marka laqad raqada waxaa jiibsaday alladiikii kaana ahaa yahdiru mid doobiyaya kaljamal alawraq sida awrka madow bacadka ah ninkii u doobiyey ee cadowga sidaa u leynayay ayaa halkaa jiifa buur goobtaa jiifa fii xufratin buu jiifa uu jiibsaday uu ku jiraa god min turaabin camuud ka qodan hawnaa halkaa kaana wuxuu ahaa rasuulullah sal alla wasalam yukhadidu isagaa jeexayay oo qorsheynayay alkhandaqa isagaasaa u jeexada calaamadinayay khandaqii waa hantaqii tarajaygii lagu wareejiyey madiina nebigaasaa u jeexayay oo sa xariiqa u marinayay sidaa u qoda halkaa mariya halka qoda xariiq baa la jeexayaa xariiqa la dabagelayaa nebigaa xariiqa jeexayay calayhi salaatu wasalaam wayastariku wuxuu ka qayb gelayay nebigu fii xafrii qoditaankiisa uu ka qayb gelayay wayaksiru wuxuu jejebinayay rasuulku sukhuurahu salaxyada godkaa la qodayay ee sarajayga ama dhufayska ah ee magaalada lagu wareejinayo dhagaxa ka soo horbaxay adag nebigaa burburinayay calayhi salaatu wasalaam wayaxmiluha dhagax wuxuu ku qaadayay calaa dahrihi lkariim dhabarkiisa sharafta badan
قمت وحن دبيتنا كل دقائقي وآسمي بوداع المدينة إن سونا بتقليه أنسو سبوتيه مجرد مدينة المنورة إلهي دينت إسلامنا كل افتيمي وتضرعت وحن كبري إلى الله إلهي أنا عود إلى خصان غضا مركلة وأعود المركلة خصان غضا إلى يعني خصان أنا عود وأعود ومحي إن خصان غضا خصان غضا إن خصان غضا مركلة إلهي إدي بيريه ورجعت وحن خصان غضا بالطائرة الديارة دي بعدنا صورها عمدينا كصورها عي ومددت وحن كف ديون سلا أول راعي عيني الله بضي إلى إندود إلى أطراف الحجاز تعلد الحجاز تلك الله إلى أيام ديارة دي مريسو ويكون سوق هوب مثلا يعني إن عوال بو آجي حجاز وحلا إلى هذا مقارد مكة هي مدينة هي مقارد الطائف وقراها وقراها هي الضابية ذا كحين دابا انت أساس الحجاز انت أساس إيش الله راعي وندوش كآجي وأنا قلت ديارة دي سارم بولين وانت أساس راعي يعني سال راعي هنالك هلك مكان مريو تختلط واحد كتر مسا حدود الشام والحجاز حتى يسوع قران يشام يحجاز أي كتر سوي مكان لو أضل إلى عيسو هاي شامنا وأضل كلمة سوريا لا يهلو يا لبنان يا فلسطين يا أردن أنت هاسي شام بهاي أنت كلامي شو يعني أنا حجاز بهاي يا يمن يا العراق ساس اللوق ينشري مركا waxa soo darsamay xuduudii Xijaas iyo Sham ee soo darsamay oo diyaaradii baa sidax gelinaysa marka kor u kacdo way qabsanayaan dhulka way qabsadeen yaani waa isha muqaalkaaga waxa kula muqaalsan soo darsameen waa hunaag halka taqoom waxa ku taala oo ku taagan muutatu meesalayda muutatu waxa ku taala xagga Sham ee ku taala waraayto halka ku arkay Jaafar ibn Abi Talib baan arkay waanay waan xasuustay way waxaan loo dhameey waan arkay uu leeyahay wuxuu soo gaaray ma ahe war xasuusta weeyaan Jaafar ibn Abi Talib oo uu xaribo la dagaalamaya arrooman imanki reer Yurub ee halka dagaal ku dhaxmaray oo yaqtuluhum leenaya daatan yimid xagga midig u leenaya xagga midig buu leenaya maxay kuwa midigta kixiga ay soo kala dhacaya oo leenaya iyo wadaata shimaal xagga bidixba inta seefta saa ugu dhufto midigta kuwa kixiga ila dara saa ugu dhufanay kuwa bidixta kixiga iyo xagga bidixba ayuu leenaya ثم يتكاثرون ويكبضون أيان عليه سوي سوي مادين ما في قارب يعني لا يكون صاحمين إلا هو كثر بضنا يعني فيبدعون وحي شريان يمينه كعند سمدك أيش جونيان ويضربون وحي لنا عيان بسيوف سيفه ودي بلاد على الجلين يقول لبوا بيا حتى قطعوه إلى يكل جويان نصفين لبق قار لبق قلب كريان نكر ونسري جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب مارتين بيجي نادر كيها هل كاسيت بيننا ayay ku dilayeen laba ugu kala gooyeen laba gacmoodba yaani waxay ka gooyeen gacantii bay gooyeen midig dadna isagana kala badbo kala gooyeen waa aqbalal muslimuuna muslimiintu waa ku soo baxay calayhi waxa ku soo baxeen oo u yimaadeen calayhi Jaafar ibn Abi Talib fawajadu waxay ku arkeen fiima baqay intii ka hadhay min badan jirkiisa 90 darbatan 90 nabar 90 nabar darbatan oo lagu dhuftay oo maxay ah waxay kala ahaayeen min dacnatin min rumxin waran lagu tulqay iyo darbatin bisayfin seef lagu jaray oo lagu dhuftay ayaa isugu jireen 90 ka dhaawac ee ku yaala ee lagu dhuftay ama waran lagu dhuftay waa jirkiisa oo galay ama seef lagu gooyay ayuu ahaa 90 wali waa intii ka dhay buu jirka laba sarsare jirkiisa wanadartu ila janaahi labadiisa garab baareegay oo mudarrajayni lagu dhabooqay bid dimaay dhiiga ku dhabooqay yihiin dhiiga ay ku dhabooqay yihiin yaa deero bihima ilaa gacmaha baa ka jareene isagoo ku duulaya fisama ay samada ayuu ku duulay oo nabiga sheegay inuu arkay isagoo jannada yaani ku duulaya oo allawnu lawnu dam dhiigu wuxuu ahaa midabku waa midabka dhiiga garbaha ka marsanay wareexo reexul misk urta ka baxaysaana udgoonka waa tamisiga oo kale cudtu waxan ka soo noqday من الديار المقدسة قريه يديغا ندي يقوبه شرف تبضنا وانقصه النقضي بعد قضاء العمرة مركان عمره يسوق تكذب بقلب جديد قلب عصب ومارة عبادة يعقيل إيمان يحماسة دي بكو شرطه أيان لصه النقضي وإيمان وحان لصه النقضي إيمان وديد أرق ومحان كهر صنعي بالنسر قول إن لقارب دونه أيان قلبك كهيا واستقبلني وحيقه هريبد صديقي صاحبكي وحدثته وحن وقورهمي بما رأيته وحن صاركي ووعيته وحن سوف همي نوان أصور شيقي
فإذا مركا الصديق نكان صاحبك أهي الذي نكاسو استغرب الله يعوي بالأمس الشرعي وقادم واي سفرين سفريو نكون أنه واكلين وصو شيئي حمونك يعني واحد طابتي فارج كوكرا شر البوقبي إلي أبنا أي يقولوا حلية هي غدا بالربان عنونا إن شاء الله هدالة يهدو سأشد أوقات كيسان أيا الرحالة هيرية ده يمارتي أنقلبك وقادم أيا إلى مكة المكرمة أن مكان كوي دارنا أيا لهذا العمرة من العمرة سوقته وحنا وناك خصو أركتي وأرى وأركي صو أركي دونا أرض أجدادي بلك الدقنان شرين أو يدي الله تدلك أصو أنبطتني إصو صارتي إصو بغلسي أنيقا خمالها عموديد يبرعيد خمالك أبرعيد برعيد إصو بغلسي يعني هل كان أسيرهان كصو تشيدو أي وديو كصو كري أيان صو أركي دونا أبوش عبد المعين الله يلعب قري الملوحي أو مارتي عبد المعين معين الملوحي بتصرف يسير وحير أو حباهين أيا ما لقوا ترى ولا جبت بدري وحال أكوقري من المجلة العربية يا لقى صقري مقال كان تلات كلا هذا يعني العربية أولا الاستيعاب والمناقشة مركو هراء الاستيعاب ومعني اللي فهمه والمناقشة تنوعين لقى ضوضه أو هل سوي ديو تدريب واحد ليلة كوبات سل بين الرقم الفقرة فقرة سل بين الرقم الرقم بين الرقم الفقرة والعنوان المناسب واحد حدا يسا واحد صوحة دار حريق صوحة دار رم نمبر كفقرة دو ايلا ده هاي يعوان كوها بون فقرة كستا هكا نسمو جي وعوانا ده فقرة ده يكو تلان فقرة ده يكو تلان سيد دورا كو اسكوها بون وتنوع الفقرة او نمبر كي بيئة هكا نا العنوان وعوان كامهر كودك ماشي يالا تبانا انت اسلام اسكولة دونو الفقرة الأولى تكولاد وي الفقرة الثانية وات طلبات الفقرة الثالثة وتدعى صدحات الفقرة الرابعة وتدعى أفراد الفقرة السادسة وتدعى الخامسة من هذه الأحيان السادسة بكون الخامسة وات سنوات الفقرة السابعة وات تطبات الفقرة الثامنة وات سديدات الفقرة التاسعة السجالات مركز السجالات مشرتي وسديدات وقطب عصو سنوات اللي حاك رجيم طبعا أداء العمرة سوق ده شد عمره ده فقال لك شيء تبر شيء انت بعض شيء كذا الناس كده انا تو اخر ده من خالد عند جبل احد بورت احد اكثر لما كان لي فقال لك شيء سوق في طريق الى مكه مركو مكه ودي سي سعودي فقال لي اي كيرتي سوق العوده الى الوطن مركو دلك او سو نقدي وا دلك او كتي مركو مصر مركو سو نقدي فقال لك شيء وقفه مركو استاغي امام مقابر الشهداء حواله بغيع كو اسناين كو الهي دينتيسا او نفواي فقره كو جيرتا شيغ و هلكا دبيعو كو تالا بو فقره دينا سوتري اسباب السفر الى مكه سبب هو او تغي مكه كينو سفرو سو شيغ عمره هيده فقره شيغ بتال المرتدين دغال كو لا دغالاي ابو بكر كو مرتدينتا اه عيدن كو اسامه او دغال كو لا غلاي مرتدينتا ايدنا شيغ فقره كو جيرتي في الكعبة كعبة هي فقرة كوشيس تقول تاني ليلة كلابا أجيب كالشواب في وضع علامة صواب بعد كذا شواب يسا علامة صاحب كقر أو خطأ ما تقلت كقر سافر الكاتب ودينك هذا الكلام عن سواق قرني قري عن سواق قرني قري وحقوق سفري إلى مكة وحقوق سفري لأداء الحج إنه حج سوقته كسواق غلطه لأداء العمرة عمره سوق قدري حج ما يهين اثنين شعره وحقوق دريمي في أثناء الدريق مركو ودد في أثناء الدوافر مركو كعبده كول ايجي بالقوة حوق آنو هرود نانسان أولاحين إن إلهي أود قليي والعزيمة إيقو آن عدك أيو دريمي وارهم تاو دريمي وصحي سايدة هدنا ثلاثة كار الكاتبو وحو أهانيك قراغ آهي هذا كنك الشيكين إياه يعاني مدل إلدرن أولاد باتيسا مرضا حنون يمنعه وديدة الحركة الرغاقة ها بلاتها كيسو سلبو قاضي يعني waxa ku dhacay maxay uu ku naafobay oo waartay xubnaha qaar baan naafaha oo ogleey markii dambe xoog uma iga soo baxay badan doobka ku jiray kaasna waa saxo yani wuxuu dhibaato ka haystay ma aragtay xagga xubnaha ee jirka qaar kamida oo nin naafobay buu aha arbaa tadakkaral kaatibu uu xasuustay ninka qoraaga ahaa ee hadalka qoray fiima ka tamarku ma ka joogay aalayaashar qoyskii reer aalayaashar buu xasuustay iyo wajahaadahum say ugu dagaalameen في الإسلام دين تسامك وارم تانا وحصوصي صحبه لغو قريه
خمسة كان الكاتب وهو أهلين كان قراءه يسلي الفجر وحقوت كري صلاة الفجر صباح في المسجد الحرام تاسنا واضح ووكيلها أنت كنت كتير مغرب كي يا أنت صباح كنت كتير هذانا كوا صباح ضبطناين واسمود بها ووكيلها ستة سافر الكاتب وهو كسفري نينك قراءه إلى مكة مكة وكسفري إلى المدينة مدينة وكعوس يدافي واضح إلى المدينة كسب أبو بحي ويجي مكمليني سبعة لم يرى الكاتب المدينة المنورة مقال هذا المدينة شرفت بضن مو أرق تاسي قلت بلغو قرية هو أركي وميربو وبضن بو صومري ثمانية أعجب أعجب الكاتب وحلي أبا إنك قراءه بما في مقابر البقيع وحكوية لحبا لها بقيع ومن رخام لقح الرقام كي قرح بضن يوم مرمر مرمى أهل لقي حبا لها بقيع تاول قلت يا ومبيا لامبا عمود بها عمود قبل قدبا تسعة تعجب صديقه صاحب كيسا لي أبا عندما علم مركو غادي انه مسافر الى مكه مركو مكه اوسي ان بخي ولا هوان تغيا ولا يابنا استغرب واتي سومري ولا ياب او هو الارك شيء غريب اه اون صور قلب اهي والمادو تاغت لما تيس 10 سيزور صديقه وصوب وقن دونا صاحبتي مكه مكه قريبا دوان استوا كل برهان ام بخي اسمك دم تاسن ولا صحيا تدريب ثالث ليس صدحات ما حدث هو محي دعدده الذي دعدده تشير اي تلمامسو إليه دعادة داسي أهرين تاسي كل عبارة هذا الكستو أو كميدا من العبارات التالية هذا الله صوص عضا نودو لبن دعادو تلمامي ياهي محايد دعادو ينكا أي تلمامي يان أيهين واحد ها هنا كانت هكا وحا أهيد بيرو زمزم وحا أهيد هكا عيلك وحا كويا لزمزم أو تشحو بيهيدو أيهين بيهد رئيئة أو ير أو يعني وحا وي لما حيو وتكادو حولو ويدبا تغيض إنا يقول نبا فحفرناها ونقضني فتتفقت تبا واحد سوى بتاعي بيه مركي لقضي اي دو بتاعين ومر واحد جسدي انتو عالك زمزم اذو بيه لقضي ومر لقضي تبا نبدو بدو بتاعي هل قضي ابو عبد المطلب با كمدها نبقى اوبية ايا كمدها تنين ها هنا هل كان كانت الكعبة كعبضة كتها لي تكاد واحد دوي تتداعى الى دنتبا تتداعى الى دنتو فحملنا وحن أسوى قادني لها يدا الحجارة لقحان وطينا يردوبو وعدنا ومعلني وحن كسوعني بناء هابان سوعني لسمه يدي من جديد مر عصب لسم عصب يعني دبل اسبان قصميني تاتنا ويدا عضي وحتى نبي عليه الصلاة والسلام وكاقيب قال اسمه هوري مركز دنبنا دبا لورس إلا ورقور ومارتي دبلو هبي باكسة ثلاثة ها هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد هذا واحد شو غير رسولك محمد يسجد لله إله وسجود وكعبده فكان الكافرون قالوا ضحايا هاي يزاحمون النبي ويسعدين ويكسو حومين ويزعجون ويرجع حقلنا النبي إيه سس بكبيرين إيه إن كان حيان ويلقون عليه واحد كتوريين وهو ساجد سوى سجوسا أتراب عمودا والشوكة يقضى هذا يدش كذا دادنين وأمرك إسلام وقطعيف وقها مكة النبي عليه الصلاة والسلام أي كل بيين قابتها أربعة رأيت عمار بن ياسر بارنكي ويعذب سلعنا يولى عذابا عذابا سلعنا يد باطو يهد روحيا وقلقل كره الجبال بورها ودمين كره ولكنه قل يعني نبكتاس ولكنه أي العذاب عذاب كاس لا يهد من روحيا من قري قري يمارتي قلقل في مصر من كري بربرين منا الرجال رقى إيمان كري أضدك أو كم دي هاي ياسر بن مارتو كم دي هاي عمار بن ياسر أخرى ياسر رفتي سيبه مركا تواحد الماميان عذابك يكون على ياسر يا مارت عمار بن ياسر يا سمية يا قيس يا ياسر ورمبا خمسة صبرا آل ياسر أتخيست خير ياسر ونبي عليه الصلاة والسلام أبشروا بشاريس وفرحة فإن موعدكم بلنتين بلنتين وحوي وحيدين بلنا الجنة ما الآن سنة ضحين بلنتين معها سوى حدين تلاهيدكم مرة عيان أتخيست إير نلوسوا ببضنا كان دوي بلنتين يقويس كرير يا سلا دادين يا أدوين كي هل يتعصوا كره ننصيب له هلا ننصيب له أي هلا كي عقابي يكيل عقابي مالنتي ومالمه يبوي ننتين حكا نولي بشران أدوين وما أيام محايل لتهجين كوي عقابي يقو كواسي تهجين وح عقابي يقنا كان دا نبي قبل انقاضي ويوح إلهي يقول لكي هل يكرو صبرا آل ياسر أبكيس رير ياسرو أبشروا بشاريسة فإن موعدكم الجنة كلمة دا وحالة الله وحالة سيسكر أبيضا قديه دي يالا مجرم
يعني أدوية ويسكتك يسوى دمانة سوى أيام مها كنول عاوة مها كنول وحا كنول إيمانك ومبا كنول إيه مارتي بشار ده إيه غير محا وباقية كوي كلا عقاب يعذاب وباقية ستة سمعت بلال بلال بان مغلق من رباح ويرسل سيداي سوته عدكي سي العذبة إيه معانا القوية إيه حوق بدنا أيضا بدنا آلان قلوا الله أكبر الله أكبر يهو ذلك لي يعني ما حصل سيقول لي إلا ما أرتي موشوقيني سبعة ومن هذا الحرم حرم كان شرفت بضان أيك عبضة يومين جواني الهليريسة خرجوا كبحة المسلمين حقوا بحال إلى العالم أدوينها كله دمان تيسة شانت قاردها ربا ليسمعوه سي أدوين ذا أوم غشيان كلمة الله أرق إلهي أرق إلهي وكي وأرق أقول لا إله إلا الله إلهي موياني عالم كان الله كلك مجرو عالم كان لك لك مشروع لقوا عبد الكراء عبادنا إله بس كله إله أمبا عالم كان له إله تروش إله مشروع كلمة داسي وكلمة الحسنة أبى له وكلمة القرآن أحسن إقالك آه يا مارت الدنيا ده شيء هذي هي قفوا أطول كلمة تاكل قبعه وشيء قيمه بدن نكله وافتيه الله نوافتيه ومضيت وحروسي سعودي إلى جبل أحد حاجة بورت أحد إلى الجبل بورتة الذي يحب بورتة أنا جانا تعال ونحبه أنا وأنا شو على هبل بورتها تقريب رابع لا يزكى أفراد أجيبك الجواب عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضة باختصار سكوبا واحد لماذا أراد الكاتب محوط ضواني إنك قراجه أن يسافر إلى مكة إنه مكة تقام محوط أصعد على محوط ضواني لأداء العمر بوري عمر يكسو قدني اثنين بما كان الكاتب محوطها إنك قراجه يشعر من دريمة وهو في طريقه سقو وضان سيمرية إلى مكة مكة وهو دريم سنة إن قلبي يسو كهر يشركة وقلبي كعبدتي يا حرمك شركي لو ولي وكو حنبي هي امارتي طريق وكو سي جرو واخا كلي هوري قلبي سي قالبك سي او قلبي غير و خو غلي يا نيتي سي مورالك سي فكرك سي حرمك شركي سن ولي مو غاري ثلاثه لما شعر الكاتب مخو دريم انك هذا كان قري في مكه تمركم كا جوغي كل قوه مخو خوغو دريم ايمانك سي با قووبي او واخا حماستي سي با كعدي او دبدنا الى هو كفرفري وليس بدر هيستي تبن اود بابا يا شباب اربعه كيف صور صدوقه الماضي الكاتب قراقه ما لقيه وحي لكل من دباته آل ياسر غير ياسر ومن العذاب عذاب صدوقه الماضي سدبيحي سلبيا لو صوري خمسه كيف رد الكاتب سدو وقع لي هذاك رد سهالك وقع لي الكاتب قراقه على من يتهم تلك كتب مياه ku eedeenaya al muslimiin dadka muslimiinta bil ka sare inay waahsanayaan waana waxba qabsanayeen muxuu ku tilmaamay xaqdii xaq way ka fog yimid kuwaas madalka waxa salaada subax hor kacay waa bariga kacaya ee ilaahay caabudaya ee weysaysanaya sirdaha ka tagaya ee cibaadada ka tagaya hadana shaqada halka ka galaya madalkaas lagu sheegi kara dad waahsanaya buurshi sita ma mowqif Abu Bakr ibn al-Murtadin muxuu aha go'aanku ka qaatay Abu Bakr kuwa murtadiinta ah كما صوره الكاتب سدو تلمامي نين كان قراغي او كقاتي غوان هداكو ان سو نقشره مو كقاتي سبعه كيف صور الكاتب مقابر البقيع سدو تلمامي صور وما حي صور كاسي وا تلمان سدو تلمامي قراغو حبالها بقيع و هو تلمامي تلمان عجب له ايو كبخي ثمانيه كيف صور الكاتب سدو تلمامي نين كان قراغي موت حمزه بن عبد المطلب جيري دي كدعدي او الى هدا تو دنتي تلمان تكبر حي ما هي هاي تلمان هذا والله يا أبلا بوك تلمامي ثالث هل كوك يشري بو تلمامي هل كوك يوك قلبو تلمامي سيريا أربعة بضم بوشاجي جيس النمدي يسيبو تلمامي تسعة كيف صور الكاتب جهاد جعفر في سبيل الله سدو تلمامي تقال كي دل الله يهور الله أود قال لي جعفر ابن أبي طالب أو كقلي موت تم إسلا إله تلمان عندي كبر حنكرين أو كتل بحي عشرة كيف أثرت سيريا ثالث قوي يا رتي ثالث قوي رتي زيارة الكاتب بوقشة وكتجي نيكا قراغي هي لمكة مكة وكتجي في نفسي نفسي سرات كتجي ورهاد أدق بوها إيمان عصوبة قلي يا أقوان عصوب علاضة عصوبة قسي ثانية للمفردات والتعبيرات إما كان حوية وأري أري يهر أبور لصمين أيو تدريب واحد سير اسكو حليلي بين الموصوف كلا تلمام أيو يوصفة التلمانة المناسبة تكو حبور واتمان يطبن مدنا واتلمان مدوا كلا تلمام أيو وقيمت سري
من هو قبل توصوه وقوة تلمانتا إسرد دوان الله ولا إسلبا القوة تبارك القرآن القوة الدافقة وحوين أود بتاع يسوي تاس وعبد الله ينبوع واللاجبيا ما إلبيا الغزير بطل عيسى مركا الغزير أوبيا بطن وعالكل حتى الليلة تهبين توضع مساس بحر عيسى أشاتي تقبو وعالكل كحور الباحة البنان وعالكل حتى عيسى الجرداء أمارة مرحة أبنة ما الآن جيب يحطون اللهين الصوت الشوارع بحركة قرن وهذا لون إذا الشوارع المزدحمة والدوين كعريري كأبد لون إذا أبوحة جاهدين كيدوك كبوحة الجمل أوك هذا كقول إذا الجمل أوك الأورق مدو بعد كه يقول إذا مدو بخد الله إذا الهتاف وعطك الجليل أوي الله أكبر ومرك عطك تقدر سمو ديان ككبحة يجرير ك وسمي عطك مرك ضد بدن كل واقعيان يا لوجي شيء ده الله أكبر تلقوه واقعي الكعبة المشرفة كعبة الشرفة بدم سايس واحد تدريب ثاني ليلة كلابات ما معنى العبارة التالية هذا الخصوص هذا وتشدد يسوع محي محيين هذا الخصوص على واحد أطوي الأرض طيّة لو كان صوت طوبة دوني بلية وحوجي شيء ده ما كان هراؤه تقو معنوا ديوه محي بلو ما طوبة كريه أنا هراؤه تقام تعلست اثنين اخترقت واحد كدوسي بعيني إيش شيء ده المبانية اسم ياشا العالية إرسالك كدوسي يا كتفي يعني وحوي واحد قاعد جود داري انت ان ده هي كدوسي فوقي ده يوحد سن ان انا كعبدي اركو ايان جالايستي ثلاثه سبق قلبي جسدي المسجد الحرام سبق قلبي قلبي كوري جسدي دي جيركي و هو غوري يالكي المسجد الحرام مسجد الحرام تي شرفت له سدو غوري و مركي قلبي يسو تغي او فكركيسي غلي او مسخسي مانكيسي بغلين حرمكي او صورتي او قلبي و كاركيا او قلبي و كدوافيا قلبي و سعي كغي جيرا اسغو اون ولي جاريب مر قلبك ميل كلك تجوك تواجهتها أربعة تمت كلمة ربنا واحد لما يسترن تك كلمة دي الله هيو يا لما يسترن ما حال لوجت كذا دين كذا بعد لما يسترن توي توحيد في عالم الجاروي وكلمة الله إله إلا الله خمسة صارت الأدعية على لساني صارت ويقول غشوة دريت ويبتعدي الأدعية دعويك على لسان عارف كيف أي صدق أصوات رأي معنى ده يا حوي والسوامر هي مرق ضاف فيك علي الدرين كيسي قدلتي إما سحيس قدلتي تعوي فربضاً وماتي وحفتنا أما أولوسنا يخو صوتنا عاي دبنو عرب كيبا يتريتو تشوهي ألا بري وألا بري وستاسو تعو أيا دبنو عرب كيسا قلقلي سداك وصول عاي ستة عذاب عذاب يهد قلقلية وبربرني الجبال بورها لكنه لا يهد الرجال ما بربرني كهر ما قلقلي كهر يعني هو يعني عذاب كهر بورها نوات كيسان كرين لكن رجع إيمان كأدق وحبه كتل واي وعذاب كل عي قال ياسر يا صحابتي مستضعفين تهيدوا رمبا سبعة اللون لون الدم ماذا بكل ليك بواقي هاي والريح والريح المسك وكل اللي شعفر كربيه لا شري إنه كدا أي إمارة الشنطة وكل أحد دولي ماذا بكل ليك واي أرتك أتقوم كيسنا وصامسك إلى هو الجهاد وعلامة الجهاد ثمانية شد الرحال إلى مكة المكرمة وأرابت الله رحده مكة والصفر لو أم بحه تدريب ثالث ليس استحاد ابحث بعض عن معاني الكلمات التالية أريد صوص عضة معنفه ضباط في معجم العربي بحث بعضها يعني أربحية عربين أما ديكسينري أما قاموس عربين وما هي من سكن وعمل كي عبادة لغبته يتلالة ورولة يا ويان افتنك تغيب وإلى قلبه تتداعى إلى دنته العزيمة القرآن ذك أسهل النافع ومرت جدك قارن نافعه هدو فارس حاس كل عام تنداح إنا في الدو حلقات كثيرة في دان يدين كبهان الهواء من هو دلجة الرياضة بارب كلية الاختبار الثالث فحنا كن قادرين امتحان كيس الدحار امتحان هذا كم لها أو كلامه قاضيه الوحدات وحدات التاسعة إلى الثانية عشرة أفرت يوم ربو قاضية تسجارات إلى تلا بتونادو إنه قاضينا وين وحكي قاضينا أول القراءة مكة وحبال الأخرية مكة وحبال الأخرية وحبال لقاوة ودينية ولقوة حامية اقرأ النص هذا كان أخري ثم أجب كتواب عن أسئلة السؤال هذا صعد كتواب مكة وراء هذا القوام حي البخاري الشيخ الله إلى هذا كتاب قيمها بضن قري علمك بضن لها هو أبو عبد الله بن الأرنجري محمد بن إسماعيل بن مقعيسها وهو إمام الهجامي أها من أئمة المسلمين كم ذا هجامياش المسلمين عاش وح النوراء في الفترة حلي قول حي بين 194
بقولي أفر يستجاشن إيو إلى 256 لو بقولي اللي حيا كنتم هجرية حاجة هجرية ده أي نورا ولد أبو حلو كده لي أما هو كده شيء في بخارة مقالة لا يلاحظوا كده شيء هو مقالة ده لوجو أبتريو أما الله نسبيه لوجو الله آنيه وكان أبوه أبيه حكم دها من رجال حديثي هج علمك حديث كبرتبه أبيه أها ولكنه أبيه ما تقول إنتي وهو يستجوب بخاري صغير يرى أقون كمو دحلين ويرام يستجوب يربون إنتي أبيه أقون مكوكري حافظ البخاري بخاري حافظي القرآن القرآن الكريم كأبو حافظي وتعلم العربية لغة العربية نو برتي والعلوم الشريعة وعلوم الشريعة علوم تشريعة الإسلام كانوا وبرتي ما هكمل علوم تشريعة الإسلام كتفسير تفسير كأخرى والفقه فقه أخرى وبرتي وقد قام وحكوا دقاقي وكوكعي برحلة صعودال طويلة دير يؤقري في طلب العلم بعد الجواب كعلم جاء قانطة فقد سافر وحو سفري إلى بلدان وضمه كثيرة فربضا محوق صعودالي لجمع الأحاديث إنه أري أحاديثة أهمها تلك وحو مهم سنة او تري لقبا لقو تري تري انت يسو تري بلا لسعون تري العراق با كمدها ومصر ذلك مصر با كمدها والمدينة مقالة مدينة كمدها ودمشق 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 مقالة دمشق عاصمة سوريا كمدها وله علم ويالي ويميرهاس ولم يبلغ موقار أساديسة عشرة لحيو تبالتر موقار من عمره دا أديسة حتى حفظ الله وقبطي عشرات الآلاف طبنانكم ما ها طبنكم طبنانكم ومن الحديث النبوية أحاديث النبي قال طبنان صدق كم بمرك أو يرانا يا حديث طبنان لا يلاحظه طبنان إلا هو سمعه طبنان لا وحفظه أهم كتبه كتب زي واحد أقوم مدن الجامع الصحيح كتاب قال لا بأقوم مدن الذي كان سأشتهر لقو برتي الله يقانه عند المسلمين المسلمين توح الله يقانه باسم صحيح البخاري سأقوم فوق لي الجامع الصحيح بقري لكن الله يقانه المسلمين توبرتين صحيح البخاري وهو أصح كتب الله عفوا وهو أصح كتب الحديث كتبت حديث لو قري كوغو استحسنوي وسنة سنها وحديث النبي كاسا اوغو استحسن وذكر و هو شيغي البخاري انه اسغو جمعه كتاب كانو كوري او قري في 16 سنه 16 سنوات اي كتاب كا قري بل دخل كو كتغي 16 سنوات بو قري اسغا شيغي وقد قسمه و هو قيبي البخاري البخاري هذا الكتاب كتاب كان الى اقسام قيبه سما و هو كمغعابي كل قسم قيب كستا ومنها قيبها كمدا كتابا بو بحيي وقسم وقسم وحو قيبي قسم كل كتاب كتاب قسم وحو سي قيبي إلى أبوابي باب سي قيبي كتاب والبا رتبها وحو هبي ويسو حكسي ترتيبا اسكو هبيني اسكو هكاكين فقهيا حق فقه غوافق سن يا أبواب تفقه فبدأ وحو كبر هذا كتاب كذا بكتاب الوحي مكبر هذا كتابك أرنى كتابك وحي يسو دجد دينة إسلام فكتاب الإيمان بكو حكسي كتاب الإيمان بهذا نكو حكسي فكتاب العلم بهذا نكو حكسي كتابك علمك أيها هذا قري هذا نفى كتاب الوضوء كتابك ويسد قري هلك إلخ إلى آخره تبنى أساس ما الله وضعه وسبب جمعه سبب تقوري لهذا الكتاب كتابك أو قري سبب تدوح أحي أنه يسقه كما ذكر سيد الشيخي البخاري البخاري نفسه قل ليس الشيخي صوتك أنت كان وحوها بخاري يجلس وحو فدي عند إسحاق بن الراهويه منك لو نترى عالمك أها أي أك فدي مال مال ما كمدا فقال وحي لهذين بعض أصدقائه قال كبدا صاحبدي إسحاق بن الراهويه صاحبدي باكويري لو جمعتم هذا ضرورين لهذين علمدي أن حديثك كتابا كتاب مختصرا مختصرا لكوري وليسنا النبي صلى الله عليه وسلم كصابسا حديث النبي ويفعنا له البيل هذين بخارنا وفدي أمرك منك إمامك الله فدي على إسحاق بن الراهويه فوقع وحا كل عيبوري في ذلك أهل تحسا كل عضير في قلبي وصوه بشرته يعني وحا كفا يستددك وكي قاتل إنك همي قليه ومده كفا يستده كأن همي قليه أحبك ما فا يستده إنك وحا ديديه أيها أحبك فا يستده ديه ألا إلا للشيقية إنك قويا قاتل سؤالها أريبو مغليا لمن تحرم بخص مينيا وحبو كقاتا إنك همي ليه أري أيو مغليا وحبو كقاتا وعلم بخص مينيا ألا يجيب قلبي يسب فوقع ذلك في قلبه هذا الكائن من كاسي إلى هذه أي قلبك قري قلبك كدعي أي عجبته وحياب قريسي الفكرة الطلبة سوى الشيديين أحاديث صحيحة إن كتاب أنوينين لا يسقوه الرئة ولا يسمى إلى هذه طلبة قلبك كدع بعديبوس وأحب وحد بأنك على هذه أن يقوم إنه قبطه بها فكرة دائره سوى قبطه وكتاب كان كيانه فأخذ وحد براضي في جمع هذا الكتاب إنه كتاب كان أوروريه اختر واحد دورة هذا الجواب الصحيح الجواب تصح هذا الدور سادو دورة كرتا بوضع دائرة جوبة جلي حول حرفي
حرف سهل جوابته سهل أي تاي واحد الفكرة تقول إيه كذا الفكرة الرئيسة فكرة أقوم ثلاثة أقوم مدن يا ما ضحى أقومي يا كوشي تمحي في الفكرة الأولى تدعى هري سو ما إمسا كوقرن كو الله بسنت أفر تاسا كوقرن توقعه سو واحد كوشي فكرة هي واحد وي تعرف تعرفه بالبخاري إن بخاري لأن بره أو مارت على تلمامه ب حياة البخاري نورشي البخاري لأنه غش كيو جيم والد البخاري إن والد كي أبيه لأنه بره توقوم يسمعه توقعه سو إما تعريفه على جبهة مارك أوره يسمع قلت السر تعريفه سو وما جي عيسى ما يشكت وضع ركتها ما يشكت وقول هالشي سدو تاريخ دي ما يحكي شيء مالك ألف كانت قوة بقى لنسا اتنين الفكرة الرئيسة في الفكرة الثانية فكرة أقوم مدن أما الثلاثة أقوم مدن يكون شرطة تدعى لبعض هي وحوية البخاري يتعلم العربية بخاري أف عربي قبرنية أف عربي ما هلوغة جيدة يعني قواعد اللغة العربية بلوغة جيدة ما هكو هذا كأف عربي وقواعد اللغة العربية البخاري يسافر كثير بخاري بدن صفرية أي كشيء كان يسار جيم البخاري يحفظ القرآن والأحاديث وعكوا الرمي سا فكرة أمي مسلم حوي سفر هذارو إلى معنى لهين وأصدق الحيس سائل السفر معنى ما سمعيه أريد أمي مسلم حوي تاجيم كأهو البخاري بخاري أو يحفظ القرآن والأحاديث حفظ أي قرآن فيه أحاديث ونبا ثلاثة الفكرة الرئيسة في الفكرة الثالثة تدعى صدحات ثلاثة أمي مسلم يكشف تا هي وحوي واحد كتب البخاري كتب البخاري على جهله باس حول البخاري على جهله كتاب باس حول البخاري جيمس كتب السنة أستا ما هو على جهله أمهات الستة حديث الأخرى البخاري ومسلم أي كم ذهين أبو داود النسائي ابن ماجه كوسى كتلا ما يمر كتاب كتاب سحول البخاري بقول مهم سني سحول البخاري يا كورن كتب البخاري حتى ماها ما هي تلمان فرداتي سحول البخاري يا كورن أربعة الفكرة الرئيسة في الفقرة الرابعة فلو يقول مهم سن يكون شرطة قال تدعى أفرادية وحوية ألف سبب جمع صحيح البخاري سبب في كانتي إن كتاب كتاب بخاري لأوريا لقرأ با كتاب مختصر السنة النبوية ما واحد كهالي سا كتاب كوبا أو كهالي سنة النبي حديث النبي جيم نصيحة إسحاق بن الرهوي ما واحد كلمامي سا تلدي اللي أسوى تشيدي إسحاق بن الرهوي تقول مهم سن وحوية ألف العرامي نسا ومهضم نسا وسبب جمع صحيح البخاري صوبتي لو جمعي بو قور رمي هلقا كدلتي اكن بان كسو كوبينا خمسه كان عمر البخاري عمر البخاري و خن ولا دادي سو هي عندما توفي مركو دنتي وهي اهد الف 63 سنه 63 جير بوها با 62 سنه 26 بوها جيم 61 سنه 26 بوها تدخويان با العلامه نتا 26 بوها الله اعلم بالثواب وبالله التوفيق